بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. بعد ما شفنا العملة ديال بولي ماتش والبلاتفورم ديال سيكوريتي توكن اللي كانت عملة اكثر من رائعة، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا درس حصري وحلقة حصرية على قناتكم جديد ربح من الانترنت اللي هي سانجولاريتي نت. هذه العملة إن شاء الله اللي رائدة في الانتليجنس ارتيفيسيال. هذه العملة اللي أكثر من كتب لي لو بروجي ديالها أكثر من رائع، إن شاء الله غادي نشوفو في هذه الحلقة. علاش عزلت هذه العملة؟ صراحة شفت مجموعة من لي بروجي اللي كاينين ديال العملات، كنحاول نجيب لكم اللي مميز واللي تري سبيسيال واللي كيبان ليا غادي يقدر يحقق واحد النجاح في السنوات القادمة. شفنا العديد من لي بروجي، شفنا نانو، شفنا بوليمات، شفنا يو تراست، وهاد النهار غنشوفو سينجولاريتي، وهاد الدرس غيكون حصري. هاد العملة صراحة حققت واحد لو ريكور، انها في 66 ثانية تقريبا، 66 سكوند، 66 سكوند، 66 ثانية، انها حققت تبيع الاي تي او ديالها ب 36 مليون دولار. عندنا جمعت 36 مليون دولار في 66 ثانية. ولو بروجي ديالها ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال، باغي نكري واحد الماركت ديسونتراليزي ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال، باش يكونيكتو فيه جميع الفاعلين ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال، واللي عنده شي مشكل الانتليجنس ارتيفيسيال انه كيحط المشكل ديالو في داك الماركت وكيشري لا سوليسيون، غيلقى لا سوليسيون. الناس اللي مكونيكتين في فلان في هاد لو دومين هذا ديال الانتليجنس ارتيفيسيال غيحلوا ليه المشكل، وبالتالي غادي يختصر مجموعه ديال الوقت اللي غادي يبدا يقلب على البروبليم ديالو في جوجل، ولا في باش يحل المشكل غيلقى ان المشكل ديالو يقدر يتحل فاسيلمون في هذا الماركت ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. نخليكم مع الفيديو باش تقدروا تفهموا اكثر دو كوا يل ساجي. History of artificial intelligence. We can put together many pieces of smart AI technology into super systems, increasing complexity and stability. It provides a framework for safety and transparency in artificial intelligence while providing privacy for people's personal data. Right now, there's no platform anywhere in the world that is specifically designed to make it easy for different AIs to communicate with each other, to share data with each other, to make requests of each other, to compensate each other for their work, to rate each other as to how well they did different things. Sophia is a good platform for bringing together the technologies of artificial intelligence, using SingularityNet as a kind of networking protocol. The AI code is there, free and open source on the internet right now. It's just hard to find and hard to use. So SingularityNet can complete that connection between AI developers and AI users. If we achieve SingularityNet the way that we have portrayed it, the way that we have envisioned it, the way that we've engineered it, it will become the single most valuable technology in all of history. This is the chance for us to change the world together. We need participants. We need you, your time, your mind, to make this happen. Work with us to realize the beauty and power of Singularity. كيف ما شفتوا الفيديو اكثر من رائع ومعبر جدا، انه باغي نكري واحد لا بلاتفورم ديال الاي اي ولا انتليجنس ارتيفيسيال باش يحاولوا يسهلوا العمليه ديال الانتليجنس ارتيفيسيال ولا لي ريغوشيرش، ويكونيكتيو
مجموعة ديال الفاعلين، مجموعة ديال الناس في هذا الدومين هذا. تري بيان، اللي بغا كاين الموقع هنايا، غنخلي لكم الموقع ديال سانجولاريتي نت اي او، تقدروا تيليشارجوا الوايت بايبر ديالهم وتعرفوا بلوس دانفورماسيون وتشوفوا التيم. دو توت فاسون العملة تقريبا تساوي 0.40 دولار حاليا، 0.40 دولار. كاينة تقريبا في منصة كوكوين، الأغلبية ديال العملة كاين في منصة ديال كوكوين. كنظن بأن هذه العملة غتحقق واحد المستقبل، عندها واحد المستقبل كبير جدا. وصراحة كيف ما كنقول بأن البلوك تشين هي لافونيغ، ولا المستقبل ديال العملات الرقمية، ولا المستقبل ديال ليكونومي ديال العالم، فإن الانتليجنس ارتيفيسيال هي المستقبل ديال لا تكنولوجي في العالم. وهذا القضية ديال لا كونيكسيون بين البلوك تشين تكنولوجي والاي اي، هي الانتليجنس ارتيفيسيال هي اللي جعلت هذا البروجي متميز ومتميز جدا. فوالا كيف ما تشوف الكي كوين 0.40 دولار، 0.40 دولار تقريبا، كاين واحد 94 ولا 96% في الكي كوين. كنظن بأن المنصات غادي تقبل هذا البروجي هذا، لأن البروجي واعد وواعد جدا. فوالا، نتمنى تعجبكم هذه الحلقة ولا هذا الفيديو هذا حول هذا البروجي اللي جميل وجميل بزاف. غتلقاو فيديوهات لأكثر من رائعة، واللي ما ابونيش معنا يتابونا معنا، واللي عجبو الفيديو يدير لي لايك. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.